وجهة نظرك حول ماهية الفن؟ كاين الناس اللي غتقول لك الفن حرام، كاين الناس اللي غتقول لك الفن ما محتاجينش ليه كاع. ودايوغ هاد الموجه باغ اكزومبل راه كانت نقول شعلات في الوقيته ديال الكوفيد الى عقلتي. كانوا الناس كاع في المغرب قالوا لي راه الفن ما عندنا ما نديرو به. لا كان يمكن انت ما عندكش يمكن كونتاكت كبير مع الناس في السوشيال ميديا، وهذا ما حنا وصلنا هادشي بزاف. قال لينا حتى في الشارع اكايمو وي تيقول لك الناس حنا نتوما ما عرفناكمش اصلا، علاش كتصلحوا، علاش كاينين، وعلاش كتاخذوا الفلوس، وعلاش يعني نتوما واحد الميزانيه اللي غير عيب على البلاد. يلا باوي ولكن هاد الناس واش غتقول لهم لا؟ ايه لا ما يمكن لك، ما يمكن لك تشرح لهم، غتبدي حتى انت وجهه نظر ديالك. أيه؟ وشنو كتقول؟ كتقول انا مع الوقت بالعمل ديالي بالجوده ديال العمل ديالي غادي نخلي هاد الناس واحد النهار راهم يمكن يبدلوا رايهم وخ. ولكن نبغي انهم يبدلوه بواحد الشكل اللي هو حضاري، وواحد الشكل اللي هو ودي، لان ملي تنشوف الناس كتفرج كنفرح، كنقول ها هي رساله وصلت. هو عرف راسو انه راه محتاج او على الاقل كيحب انه يشوف واحد الفن من 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 بلادو. بالنسبه لي هذا هو الجواب، مادام انك مازال كتفرج ومازال كتصنت في موسيقى، مازال كتمشي للمسرح، فهاد الشيء كيف كنقولوا يطلج الصدر يكفي. هذا هذا بالنسبه لي راه وصلنا للهدف ديالنا. ما نحتاجش انا نكون معاه يعني بغض فيخ ونقول له لا خصك تفرج صحه وخصك نو. واخا.